بعد أن رفعت الجلسة العامة لمجلس النواب في 30 من نوفمبر المنقضي، استأنف المجلس جلساته اليوم بالموافقة على منح رئيس الوزراء الحق في اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة الأوبئة وفي مقدمتها فيروس كورونا. كما وافق المجلس مبدئيا على قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم. هذا ومن المقرر أن يناقش المجلس عددا كبيرا من القوانين والتشريعات الهامة، ومن أبرزها قانون العمل الجديد، فضلا عن استئناف 25 لجنة فرعية من لجان المجلس لأعمالها، حيث تنظر حوالي 7 مشروعات قوانين وأكثر من 40 طلب إحاطة. على الجانب التشريعي، تنظر لجنة الخطة والموازنة مشروعي قانوني مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لعام 2016، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية. أما لجنة الشؤون الاقتصادية فتواصل نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وبدورها تواصل لجنة السياحة والطيران نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. كما تواصل اللجان فتح الملفات الهامة، حيث تتابع لجنة الشؤون الإفريقية خطة وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وما تم إنجازه من توصيات اللجنة في دور الانعقاد السابق فيما يخص الشأن الإفريقي وغيرها الكثير والكثير. من مصر، طارق أحمد.